الله الرحمن الرحيم. نستكمل محاضرات حلقة مصاد حلقة بحث، وإحنا تكلمنا في المحاضرات السابقة عن موضوع Selecting the right journal factors to consider، وتحدثنا عن 7 factors، كيف إنه من خلال الفاكتورز هذه إحنا نستطيع إنه نختار الscientific journal المناسبة عشان إحنا ننشر البحث العلمي اللي قمنا فيه بطريقة آمنة وطريقة يعني ممتازة تعود بالنفع على الباحثين. اليوم إحنا حنستكمل في موضوع تاني جديد له علاقة بالنشر، نشر الأبحاث العلمية، اللي هو البريداتوري بابليشرز. البريداتوري بابليشر اللي هم البابليشرز اللي بيكونوا مش ثقة وهدفهم مادي، وهم يعني غالبا بتكون عملية بيقوموا بعملية نصب واحتيال على الباحثين استغلالا لعدم درايتهم بطبيعة هذه الجيرنالز وعدم معرفتهم وخبرتهم في هذا المجال، فبيقع الباحثين ضحية لعمليات نصب من خلال إرسال أموال بهدف النشر في بعض المجلات، وهذه المجلات بتكون بالغالب بتنشر إنه هي تنشر لك البيبرز فري على الويب سايتس والمحركات البحث العلمي ذات العلاقة. طبعا لما بيكون الموضوع في فري غالبا بتميل الجيرنالز انها تاخذ الفيز من الباحثين نفسه، لانه في النهايه الجيرنالز بدها رسوم بتحصلها من خلال نشرها لهذا الساينتفك بيبرز. طيب البريداتوري البابليشرز اللي هم الناس اللي مش ثقه والناس اللي بيشتغلوا بطريقة نصب واحتيال على الباحثين بيميلوا إلى إنه يجذبوا الباحثين إلهم عن طريق إنه تعال انشر عنا وإحنا بننشر لك فري، وبالتالي لما بنشر فري على الويب سايت بيكون هذا مشجعا للناس الباحثين إنهم يعملوا سايتيشنز للبيبر تبعتك. احنا حكينا انه عمليه السايتيشنز مهمه للباحثين ومفخره، انه لما انا بانشر ارتكل ساينتفك ارتكل ويصير له سايتيشنز باعداد كبيره، هذا معناته قلنا انه دلاله من دلالات اهميه هذا الساينتفك ارتكل. طيب الان البريداتوري بابليشرز بيروحوا وبيقولوا للباحثين إنه إحنا بننشر لك فري، وبالتالي حيكون في عندك فرصة كبيرة إنه الناس الباحثين في الدول العالم كلها ممكن يطلعوا عليه بسهولة من غير ما يدفعوا رسوم، لكن مطلوب منك إن أنت تدفع مبلغ من المال قدره كذا وكذا. طيب الآن إحنا لما حكينا عن الفاكتورز اللي هي بتأخذها بعين الاعتبار عشان أنشر البيبر تبعتي في مجلة محترمة، لأنه أنا لما اشتغلت البيبر هذا أخذ مني جهد وأخذ وقت وأخذ مال، وما بديش أقع ضحية للبريداتوري بابليشرز اللي هم المحتالين، وفي الآخر أنا يعني ألاقي نفسي إن أنا وقعت ضحية لهذول الناس. طيب الآن في بعض العلامات والشواهد المفروض إنه أنت تأخذ بعين الاعتبار وتطلع عليها كويس، وهذه العلامات غالبا مش بالضرورة هي تكون قاطعة، لكن غالبا بتكون إشارات إنه أنت اللي البيبر اللي أنت نقيتها هي بيبر بريداتوري بيبر بريداتوري بابليشرز، وبالتالي خلينا نتطلع مع بعض ونشوف ما هي علامات الناشرين المحتالين، ما هي علامات الناشرين المحتالين وما هي صفاتهم وكيف بكون شكل الجيرنال تبعهم على الويب سايت، كيف شكل الهوم بيج تبعتهم وما إلى ذلك. طيب خلينا نشوف العلامة الأولى، بيقول لي هنا No standard identifiers like ISSN or DOIs. طيب No standard identifiers يعني ما لهمش ماركة مسجلة
أصيلة تعكس هويتهم وتعكس الأصالة تبعتهم على الويب سايت. طيب من خلال إيش أنا بعرف هذا؟ من خلال بعض الإشارات زي ISSN والدو DOI. طيب خلينا حكيت إحنا نتكلم عن هذول الأشياء. طيب إيش قصتهم هذول؟ بقول لي publishers whose sole purpose is to scam people to make more money do not have standard identifiers like DOI or ISSN. بقول لي الناشرين المحتالين whose sole purpose يعني الهدف الأساسي والغرض الأساسي إلهم is to scam people خداع الناس خداع الناس to make more money يبقى الهدف كله القصة إيه؟ القصة يلمي فلوس بطريقة غير شرعية من الباحثين. بقولي do not have standard identifiers ما لهمش هوية مستقلة وهوية شرعية ما لهمش هوية شرعية وبطاقة تعريفية أو أرقام تعريفية شرعية كما باقي المجلات المحترمة. إيش البطاقات التعريفية اللي بتخص المجلات المحترمة؟ إما DOI or ISSN. طيب إيش DOI؟ DOI اختصار ل Digital Object Identifier. Digital Object Identifier. إيش يعني Digital Object Identifier؟ بقول لي is string numbers هو عبارة عن سلسلة أرقام letters معها بعض letters and symbols used to permanently identify an article or document and link to it on the web. الآن لما بيكون في scientific article محترم scientific article المحترم هذا بيكون له الـ DOI number يعني هذا الرقم هو خاص بهذا الارتكل في الويب سايت يعني بمعنى آخر إنه بكل العالم الافتراضي هذا وكل شبكة الإنترنت الارتكل تبعك هذا لما أنت اللي بتحصل على الـ DOI معناته هذا الرقم خاص بالارتكل تبعك وبالتالي لما أنا بستخدمه وبحطه باخده نسخ لصق على جوجل بلاحظ إنه إيه بلاحظ إنه هو بوديني على نفس الارتكل ما بتوهش وبالتالي هذا ماركة مسجلة للساينتفك ارتكل تبعها. طيب خلينا ناخذ مثال مثلا الان عندي انا هنا ريفيو ارتكل بقول لي انه هذا ريفيو ارتكل عادي منشور في موليكولار بريدنج مجلة والبيبر هذا تقريبا حوالي 22 صفحة مش مشكلة يعني قد ما يكون الآن بلاحظ إنه هنا مكتوب لاحظوا معايا إنه هنا موجود عندي اللي هو الـ DOI هيا DOI.org الآن الـ DOI غالبا بالغالب بيبدأ برقم 10 الآن هذا الارتكل بهذا العنوان Review of Breeding Objectives Genomic Resources and Marker Assistant Method in Common Bean Fasolus Vulgaris L وهكذا الآن هذا البيبر عشان أنا أبحث عنه من خلال ملايين الـ Scientific Articles بقوم بحددوه برقم خاص وهذا بشبهوه بزي مثلا اللي هو رقم هويتك أنت يعني أنت في دولة بتعيش في دولة فيها 100 مليون نسمة كل واحد له رقم هوية بحيث انه انا لما باخذ رقم هويتك وبضرب على الكمبيوتر في التصنيف او داتا تبعت السكان بيطلع لي اسمك والعائله وصورتك ومن خلال رقم الهويه تبعتك اللي هو بميزك عن ال 100 مليون نسمة. طيب خلينا هلقيت ناخذ هذا ال DOI ونحطه عند نبحث عنه من خلال جوجل اشوف هل بيطلع لي نفس البيبر ولا فانا باخذ الـ DOI اللي هو الرقم هذا اللي عند 10 ببدأ دائما بعشرة وبعمل نسخ وبروح على جوجل هنا وبعمل له لصق الآن هيني لصقت الـ DOI وبعمل له بحث خليني أشوف هنا
بعمل كليك عليها، لاحظوا ايش طلع معايا. طلع معايا اللي هو ريفيو اوف بريدنج، نفس الارتكل ريفيو اوف بريدنج، نفس الارتكل اهو ريفيو اوف بريدنج. وبالتالي جوجل طلع لي اياه من خلال ملايين الساينتفك ارتكلز. وبالتالي طبعا هنا الابستراكت والانترودكشن ده في البي دي اف اللي هو مخزن عندي في الكمبيوتر، نفسه هو هو نفسه. بالتالي هذا اللي هو مبدا اللي هو دي او اي. طيب يبقى ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير، هذا الدي او اي اللي هو بالضبط زي بطاقه هويتك اللي بتميزك عن ملايين الناس في الدوله اللي انت بتعيش فيها. طيب واحنا قلنا غالبا ايش؟ غالبا ان هو بيبدا برقم 10، وطبعا اللي هو له نظام معين طبعا، وفي ارقام بتدل على الجيرنال وفي ارقام بتدل على رقم الارتكل وهكذا. المهم هذا هو، فانت بتاخد الرقم هذا لعند 10 وبتروح على جوجل بتفتح لك اياه نفسه، لانه بطلعه من خلال عشرات الملايين بل مئات الملايين من الساينتفك ارتكلز. طيب ممتاز. طيب الاي اس اس ام نفس الشيء، بس خد بالك الدي او اي بطاقة هوية لمين؟ بطاقة هوية للساينتفك ارتكل، للارتكل نفسه، لانه هنا انا عندي كنت بتعامل بايه؟ بتعامل بارتكل. لكن الاي اس اس ام هذا بطاقة هوية للجيرنال اللي نشرت الارتكل. وبالتالي بلاحظ انه انا ايه؟ انه عندي الاز 8 ديجيت كود يوز تو ايدنتيفاي نيوز بيبر او جيرنالز او ماجازينز and periodicals دوريات of all kinds and on all media كل انواع العلوم print and electronic سواء كانت ورقيه او الكترونيه الاي اس اس ان. وبتلاحظ انه في بعض المجلات العلميه بتحط الاي اس اس ان نمبر على الـ صفحتها الاولى، وممكن ما تحطهاش. على اي حال سهل جدا انك انت تجيب الاي اس اس ام. لاحظ هنا معايا الجيرنال اوف ابلايد مايكروبيولوجي، هاي مثلا عندنا جيرنال ثاني، هذا بيبر ثاني منشور في مجله علميه اسمها جيرنال اوف ابلايد مايكروبيولوجي. الان هي حاطه الاي اس اس ام اللي هو 1346 على 5072. هذا كلام ايش معناته؟ هذا معناته انه هي مجلة شرعية إلها اي اس اس ام زي بطاقة تعريفية معتمدة دوليا في المحطات او منصات البحث العلمي، وهذا هو البطاقة، هذا الرقم هو البطاقة الهوية للجيرنال، بطاقة الهوية للجيرنال. وبالتالي انت بدك تبحث عن هذا الشيء. الان لاحظ انه هذه المجلة حطالك، هذه المجلة محترمة ومجلة معتمدة، حطالك الـ ISSN number وحطالك هنا كمان إيش؟ الـ DOI، هاي حطالك الـ DOI. فأنت لو أخذت الـ DOI number بداية، لاحظوا كمان هنا هي بدأ بعشرة زي ما حكينا، لو أخذت أنت الـ DOI بطلع لك نفس، وحطيته على جوجل وبحث عليها من خلال جوجل هيطلع لك نفس الايه، نفس اللي هو المجله اللي نفس الارتكل هذا. الان المجله هذه بطاقتها الهويه اللي هو ايش؟ الرقم الاي اس اس ام. بالتالي نرجع هنا بقول لي ايش النو ستاندرد ايدنتيفايرز، ما فيش تعريفات معتمده محترمه لهذه المجلات زي الاي اس اس ام او الدي او اي. هذه اول اشاره للبريداتوري ببلشرز. ليش؟ لانه هو مش قادر يروح ياخذ اعتماد، لانه هو محتال، هو مش ماشي ضمن المعايير المجلات المحترمه، وبالتالي هو يستغل جهل الببلشرز او عفوا الريسيرشرز، جهل الريسيرشرز بكيفيه معرفه البريداتوري ببلشرز، وبالتالي بيقوموا بالاحتيال عليهم وباخذ الاموال منهم، وبالتالي ما بصيرش في اي استفاده لصرف هذه الاموال. طيب اثنين، العلامه الثانيه من علامات المجلات المحتاله اللي هو بيقول لي scope of the journal is too wide.
scope of the journal is too wide. طيب هو لقيت اللي بده يلم فلوس من الناس بطريقة احتيال، هو بهمه يعني يكون الناس اللي تجي من شتى العلوم ولا من specific part أو branch؟ لا، هو بده من شتى العلوم. ليش؟ عشان هو بده ياخد ويجي له أعداد، أكبر عدد ممكن من الباحثين اللي هم مش عارفينه، وبالتالي هو ما تفرقش مع هذا الباحث بيشتغل في العلوم النفس ولا بيشتغل في الميكروبيولوجي ولا بيشتغل في النباتات ولا بيشتغل في أمراض القلب ولا بيشتغل في الجراحة، هو مش مشكلة عنده، المهم تعال وأنا بنشر لك بس ادفع فلوس. الآن هذا الكلام مش ممكن يكون مطابق أو مش ممكن تكون مجلة محترمة بتطبيق هذا الشيء. ليش؟ لأنه اليوم العلوم توسعت، وتوسع العلوم هذا خلاها إيه؟ خلاها إنه هي تكون تهتم في specific branch من الساينس، وبالتالي زي ما تعرفين الآن المجلات صارت لما توسعت العلوم وتعقدت العلوم بشتى أنواعها صار في تخصص. هناك مجلات مثلا تهتم في أمراض النبات الفطرية، في مجلات تهتم في مثلا الأمراض البكتيرية، في الفيروسات، في الموليكيولر بيولوجي، في مثلا دي ان ايه البكتيريا، صار في تخصص. لكن هذه المجلات المحتالة بتلاقي انه السكوب اوف الجيرنال، الهدف من الجيرنال اللي بتنشره للناس مش 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 ضيق، واسع جدا جدا. ما دام واسع جدا وبيجيب اي حاجه وفي مجالات متناقضه هتلاقيه ايش؟ هذه علامه من علامات ان هو بريداتوري ببلشر. ايش بقول لي هنا؟ سكولارلي بير ريفيو جيرنالز، المجلات المحترمه اوفن فوكس اون بارتيكيولر نيتش under a broad discipline، بتركز على فرع محدد من العلوم ضمن العلوم ايش الواسعة. طيب هذا المجلات المحترمة، بقول لك but if the aim of and the scope of the journal published by publisher mentioned combination of two or more unrelated field together، اذا لقيت انه المجلة بتنشر ابحاث علمية في مجالات متناقضة وما لهاش علاقة مع بعضها، زي ايش مثلا؟ لما يكون مثلا International Journal of Science و Humanities and Business. طيب الـ Humanities اللي لها علاقة بالدراسات الإنسانية، طيب ايش علاقة الدراسات الإنسانية بالبزنس؟ طيب الآن ايش علاقة الـ International Journal of Science، العلوم الـ Applied Science مع الـ Humanities، ايش علاقتها بالبزنس؟ هذه علوم تفرعات ما لهاش علاقة ببعض، وبالتالي لما أنا بلاقي إنه المجلة بتاخد Applied Science زي العلوم اللي احنا بندرسها زي الميكروبيولوجي زي البيوتكنولوجي زي البيوكيمستري، وبتحط كمان بيبرز في الهيومانيتيز، بتحط كمان بيبرز في البيزنس، هذه اشارات لازم تقف عندها ولازم تفكر فيها كويس انه هذه المجلة is او الناشر اللي هم بريداتوري ببلشر. هو بيقول لي هنا طبعا هذه العلوم run in opposite direction، طبعا بهما هذه اتجاهات متعاكسه من العلوم، وبالتالي ما بينفع مجله تيجي تحط علم النفس مع الميكروبيولوجي، ما بتجيش، وبالتالي لازم يكون في هنا تخصص لهذا. الثالث علامه الثانيه زي ما حكينا اللي هو ايه، انه هو ما فيش تخصص واضح لهذه المجلات. ثلاثه no transparency about article processing charges، ما فيش سياسة واضحة لهذه المجلات أو للببلشرز هدول بخصوص دفع الرسوم، ما فيش سياسة واضحة. المجلات المحترمة بتكون واضحة من البداية، بتقول لك أنا الرسوم تبعتي كذا كذا، إذا أنت بدك تنشر صور ملونة الصورة بناخد عليها كذا، إذا أنت بعد 10 صفحات بصير حق الصفحة مبلغ كذا، إذا إحنا بتزيد عدد الكلمات مثلا عن 2000 كلمة بصير المبلغ كذا. يعني هي بتحط سياسة واضحة للفيز أو للتشارجز اللي انت بتدفعها، وانت بيعجبك بتكمل، بيعجبك أشخاص بتشوف مجلة تانية، بس هو بيقول لك أنا واضح معك من البداية، أنا بأنشر كذا كذا كذا، بدك ألوان بدكش ألوان، بدك تحط عدد جداول عدد الصور، في سياسة يعني شفافية ترانسبيرنسي لموضوع دفع الرسوم. هذا الكلام مش موجود عند المين؟ عند البريداتوري ببلشرز. بتلاقي انه موضوع التعليمات الدفع مش واضحه، وهو معني انها ما تكونش واضحه عشان هو يجذبك وتلاقي الامور سهله، وهو طبعا مش 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 مش, مش مجله محترمه، وبالتالي قد ما هو اخذ منك بيكون هو بالنسبه له الكسبان. واللي an important distinction to make here is that
all reputed journal المحترمة, الجورنالز المحترمة will reveal that chargeable amount beforehand on their website. بحط لك بالضبط السياسة المالية لدفع الرسوم بما يخص اللي هو scientific articles اللي انت بدك تنشره. هو واضح من البداية بالنسبة للألوان, بالنسبة للصور, بالنسبة للأوراق, بالنسبة لعدد الصفحات, بالنسبة لعدد الكلمات, كل هذه الأمور. طب بالنسبة لك with the predatory publisher, الناس المحتالين, however even if they mention about charge beforehand, حتى لو قالوا لك وإحنا بناخد مثلا كذا كذا, لكن إيش بقول لك, they mostly do not reveal the exact amount up front. ما بخشش في التفاصيل, ما بخشش إنه هو رقم محدد يوضحه لك وتكون أنت على بينة من الأموال اللي أنت بدك تدفعها. هذا بالنسبة للعلامة الثالثة. طيب العلامة الرابعة poor in line presence. إيش يعني poor in line presence؟ يعني بتلاقيه موجود في الإنترنت وإلهم صفحة, لكن بتلاقي صفحتهم ركيكة, صفحتهم مش على مستوى اللي هو المستوى ساينتفك جيرنال دولي, بتلاقي انه الصفحة لم تكن منسقة جيدا, الصفحة مش منسقة, مش مترتبة منيح, الصفحة مخربشة. فبقول لي من علاماتها انه هي dead links, بتحط لك dead links يعني links لكن تيجي تفتح عليه ما بتلاقيه, ما بيفتحش معك, اما هذا اللينك بكون وهمي بضحكوا على الناس فيه. Gruesome grammatical errors, بتلاقي في اخطاء نحويه كتير في الجرامر, يعني كتير مشائعه. ليش؟ لانه هذول اللي قائمين على المجله هم مش علماء ولا دكاتره جامعات ولا ناس متعلمون, ناس محتالين, وبالتالي هتلاقي انه في عندهم اخطاء في الجرامر بشكل كبير جدا في صفحتهم اللي هم صفحه الجيرنال تبعتهم. Unlicensed image, في بحطوا صور غير شرعية. إيش يعني صور غير شرعية؟ يعني مسروقة. الصور هذه مش أصيلة, مش إلهم, لم تنشر على صفحتهم من خلال بيبرز محترمة, وبالتالي هم إيش أخذوا ال unlicensed صور مش مرخصة من صاحبها. لما أنت بتكون تشتغل في بحث علمي وبتنشر صور لجين مثلا على PCR والجين هذا فيه له قطع وانت جزأته طلعت واكتشفت انه في قطعة فلانية كانت موجودة او فيها مثلا ميوتيشن وهذه بينت معك وانت محدش طلعها قبلك وبالتالي نشرت هذه الصور, هذه الصور الاصل تكون هي حصرية لك, والاصل انه اللي بدي ياخذ هذه الصور وينشرها ينشرها, ولكن بعد ما ياخذ اللايسنس منك. يعني ايش ياخذ اللايسنس؟ ياخذ موافقتك لانك انت الصاحب الشرعي لهذه الصور. فهم بنشروا صور unlicensed, محدش أعطاهم الإذن لأنه قد يكون الإذن يحتاج إلى دفع فلوس, طبعا هم مش يدفع فلوس. Too many ads and misspelling are all indicators of non-credible publisher website. كتير من الدعايات موجودة, كتير بتلاحظ في صفحتهم من الدعايات موجودة, and misspelling are all indicators, كل هذول الأشياء علامات على إنه بتلاقيها موجودة في الويب سايت تاعت المجلة. يبقى بتلاقي dead links, أخطاء إملائية كثيرة, دعايات كثيرة عشان هم يأخذوا الكثير من الأموال ويلموا كثير أموال. الصور اللي بنزلوها هي صور مش ماخدة موافقة شرعية من أصحابها وهكذا. If their brand image is not important to them, هو هنا جملة مفيدة. بقول لك if their brand image is not important to them, imagine what you can expect from them for your paper. بقول لك إذا هو نفسه هي الواجهة اللي حطتها لنفسه قدام الناس, اللي هي إيش؟ اللي هي الموقع تبعه, الهوم بيج تبعه. إذا الهوم بيج تبعه كله فضايح من dead links وأخطاء إملائية وأخطاء نحوية والعديد من اللي هم الدعايات اللي مالهاش لزوم ومش مناسبة كصفحة مجلة علمية. طيب إذا كان هم مستهترين وهذا حال الويب سايت تبعتهم, فما بالك إيش حيصير في البيبر تبعك لما أنت تودي لهم إياه؟ وبالتالي لك أن تتخيل أنه أنت باعت شغلك وتعبك وجهدك وأموالك باعتها لناس يعني نصابين ومحتالين وما بيقدروش الشغل اللي انت اشتغلته. النوع الخامس او العلامة الخامسة منهم
الجيرنال از نوت ويل اندكس. واحنا حكينا ارجع للمحاضره السابقه حكينا انه الجيرنالز او الساينتفك جيرنالز المحترمه محطوط لها اندكس مصنفه ضمن مؤسسات دوليه محترمه صنفت المجلات العلميه بناء على معايير حكينا متعدده منها الامباكت فاكتور ومنها السكوب تبعتها ومنها على قديش هي مهتمه في الكواليتي تبعت الساينتفك بيبرز وهكذا. تلاقي انه المجلات المحتاله البريداتوري بابليشرز ما لهمش تصنيف اساسا في المواقع المصنفه الدوليه اللي بتصنف المجلات زي السكوبس وزي الدايركتوري اوف اوبن اكسس جورنال زي الانترناشونال بايبلوجرافي اوف سوشيال ساينس زي اي اس اي. هذول المواقع المحترف فيها دوليا اللي بتقوم تصنيف المجلات المحترمه والمعترف فيها دوليا بتلاقيش للمجله اللي هي البريداتوري بابليشر بتلاقيش الى اسماء اصلا في هذه المواقع بتلاقيش الى اسماء في هذه المواقع. وبالتالي في عندك هنا خمس علامات بدك تاخذ بالك منها حين يعني تعزم على انه انت تنشر البحث تبعك بحيث انه انت ما تقعش فريسه لهؤلاء المحتالون. طيب طيب احنا خلص احنا عرفنا البريداتوري بابليشر وطحشناهم وبالتالي لما انا ببعث لجيرنال محترمه في طبعا احنا حكينا في ريفيورز وفي مراجعين والمحكمين وهذول ناس متخصصين في نفس المجال اللي انت اشتغلت فيه بيبدوا يراجعوا اللي هو الشغل تبعك. المراجعاتهم للشغل تبعك بيكون ضمن معايير بدك تنتبه إلها عشان تاخذ بالك منها انه the content of paper must match scope of the journal. طبعا بالتاكيد المكونات او المحتوى البحث العلمي تبعك هو بيطابق الهدف تبع الجيرنال. الهدف تبع الجيرنال مثلا انه هي تهتم في ابحاث البيئه تهتم في ابحاث البيئه ما تروحش انت تعمل بحث عن مثلا امراض القلب ما تروحش انت تبحث تعمل بحث عن مثلا علم النفس او في الصيدله. وبالتالي لازم يكون بحثك مطابق لهدف الجيرنال. طبعا هدف الجيرنال من وين انت بتعرفه من الموقع الرسمي تبع الجيرنال الهوم بيج. اثنين كواليتي اوف ذا بيبر لازم البيبر تبعك يكون المستوى تبعه راقي الميثود تبعتك الريزلت جديده الدسكشن محترم وراقي هذه بيؤدي الى انه يكون عندك الكواليتي للبيبر عالي وبالتالي يستحق المراجعه والاهتمام. It must present novel results لازم يكون في عندك نتائج جديده ما تكونش مكرره ومقتوله بحثا وتيجي تكرر انت شيء وبالتالي هنا غالبا ما بيرفضوه with exceptions of review papers. طبعا هنا في استثناء انه الريفيو بيبرز قلنا انه اللي هي بتجيب البيبرز اللي تم نشره في موضوع معين وانت بتلخصه للناس وبتقدمه انت ما جبتش شيء جديد لكن انت بتلخص وبتدي الناس الزبده من حوالي 30 او 40 ساينتفك بيبر بتحدثوا عن نقطه محدده وبالتالي هذا باستثناء. لكن لما انت بدك تجي لاوريجينال ارتكل اوريجينال ساينتفك ارتكل او بيبر لازم يكون في عندك نوفل ريزلت. The results must be significant enough to be worth reading about. لازم الريزلتس تكون يعني بالدرجة الكافية والكمية الكافية اللي تستحق القراءة. ما تكونش الريزلت يعني صغيرة كتير وقليلة ومش كتير مستواها. لازم يكون مستواها كتير راقي ولازم يكون برضو مستواها تكون هي يعني كتيرة بحيث انه يعني على الأقل تناسب الوقت اللي بدك تستهلكه القارئ تستاهل الوقت اللي قضاه القارئ في قراءته للبيبر تبعتك. طيب نيجي الآن لحاجة تانية أخيرة بهذا الخصوص اللي هو إيه البليجيريزم. البليجيريزم اللي هو الاقتباس. الاقتباس هذه مشكلة بتواجه الساينتفك جيرنالز المحترمة إنه هي بتلاحظ إنه العديد من الباحثين بيقوموا بسرقة أفكار باحثين آخرين. يعني هي المجلة محترمة لكن هنا المشكلة في مين؟ المشكلة في الناشر في المشكلة في الباحث وليس في الناشر بسرقة بعض الأفكار والصور والكلمات والباراجرافز والبيبرز من بعضهم ويعتمدوا على ذلك اعتمادهم على ذلك إنه والله الريفيورز مش حينتبه وإيش بده يلحق لما يلحق وبالتالي بيقوم بياخذ بسرقة
افكار او ايماجز او باراجرافز من بيبرز ثانيه وبحطها وبنسبها لنفسه. طب شوف ايش انا بقول. بقول البلاجيريزم تعريفه is generally identified as taking another ideas. يبقى تعريف البلاجيريزم انه انا بشكل عام باخذ افكار ناس اخرين. ايماجز صور، صور اللي هو صور الابحاث العلميه. Or words كلمات هو صاغها باحثين اخرين وانت اخذتها زي ما هي. And representing وبيصدرها للناس على انها ايش؟ One's own خاصة فيه هو. يبقى انا باخذ الشغل غيري وبأسرقه وبقدمه في البيبر تبعي على انه هو شغلي انا خاص بي انا. It is intellectual theft يعني هو سرقة فكرية، هو سرقة فكرية. طيب Often plagiarism is more consequence of intellectual laziness than intellectual dishonesty. يعني هو بيقول لك غالبا من خلال متابعتهم لهذا الأمر لقوا إنه البلاجيريزم هذا الاقتباس هو ناتج عن كسل في إنتاج الأفكار العلمية أكثر من إنه هي اللي هو يعني تدني مستوى الشرف المهنة. يعني هو عبارة عن كسل وبالتالي هو بياخذ حاجة جاهزة تدعم فكرته، بده ياخذ حاجه يعني تعب غيره وينسبه لنفسه. الحافز من ذلك هو الكسل في البحث العلمي والكسل في انك انت تقوم بما يجب ان تقوم به في الشغل العلمي والاكاديمي، وبالتالي هو بيلاقيها اسهل جدا ياخذ شيء جاهز. طيب ايش الصور اللي بلجيريزم الاقتباس او السرقه؟ بقول لك كوبينج انذر ايدياز يعني بيسرق افكار وهذا خطير جدا. طيب بقول لي هنا it is bedrock principle of science that each new work built on foundation of past work so that making use of another idea is not only allowed but encouraged. هنا ممكن انت تقول لي طب هو لما بياخذ فكره غيره، طب ما هو اساسا غيره ليش نشر الفكره؟ ما هو انا عشان استفيد منها. يعني الان قد يبدو للوهله الاولى ان احنا نحكي كلام متناقض. كيف يعني كلام متناقض؟ يعني لما بقول ان احنا انت ممنوع تاخذ فكره غيرك، طب هو اساسا هو غير لما نشر، هو غير نشر عشان انا اطلع عليها واخذها وابني عليها، ابني عليها، وبالتالي ما حدش بيبدا العلم من الصفر، دائما انا بشتغل شغله بيجي وراي ناس بيبنوا عليها، بيجي وراهم ناس بيبنوا عليها، وبالتالي بتتطور العلوم بالطريقه هذه. بنقول لك مزبوط. هذا الكلام احنا اساسا مش بس بنسمح فيه، احنا بنشجعه. هاي يقول لك it is not only allowed مش مسموع فيه بس but encourage بنشجع عليه. شو اللي بتشجع عليه؟ انه انا باخذ الفكره تبعت غيري وبطور عليها وببني عليها وبطلع بحث جديد، هذا مسموع فيه بل محبب ويشجع عليه. لكن وين الخطوره؟ الخطوره لما انا باخذ فكره غيري بصدرها على انه هي شغلي. هذا هو الممبلجرزم وهذا هو الممنوع وهذا هو المعيب. انه انا لما مش عيب ان اخذ فكره غيري وابني عليها واخذها واحطها في البيبر، لكن قول اذكر انه هذه الفكره فكره فلان الفلاني، هذه الفكره هي المرجع تبعها. لازم تكون عندك الاونس ولازم يكون عندك شرف المهنه انك انت تذكر هذا الشيء وتنسبه الى صاحبه بطريقه مهنيه وطريقه شريفه. اما انه انت يجوز لك تستخدمها، طبعا يجوز لك تستخدمها، يجوز انك تبني عليها، طبعا يجوز لك انك تبني عليها، لكن بدك تذكرها لصاحبها وتذكر للفضل اهل الفضل اللي قاموا فيه. اما انه احنا ناخذها وننسبها لنا فهذا هو المعيب. اذا المعيب ليس انك انت تاخذ الفكره ولا تاخذ الصوره ولا تاخذ الجمله، خذ اللي بدك اياه لكن اذكر هذا في الريفرنس وقول انه هذا فلان الفلاني وهي الريفرنس تبعه وهو صاحب هذه الفكره. وبالتالي قال لك such misrepresentation، المعيب انك انت تقول ايش we present here for the first time، ان احنا بنقدم هذا للمرة الاولى، لم يحدث من ذلك من قبل، وتكون هي مقدمة من غيرك. هذا معيب انه انا اسرق فكرة غيري واقول والله هذه الفكرة لاول مرة بتم نشرها واحنا بنشتغل عليها وبكون غيرك نشرها وانت اخذتها منه. الان الاكزامبلز على السرقات اللي هي زي ايش؟ ideas, designs, models, processes or results without citation، من غير كل هذا الكلام، من غير ما تكتب citations تبعتها وإيش references تبعتها.
The first defense against plagiarism of ideas is to be very familiar. الحل الوحيد والطريقة الوحيدة لمكافحة البلجاريزم إنك تكون أنت عندك خبرة، للريفيورز يعني عندهم خبرة عالية في الاطلاع على المجلات، وبالتالي هذه هي الطريقة الوحيدة للكشف عن البلجاريزم من خلال الناس الريفيورز، إنك أنت تجيب ريفيورز إكسبيرينس. طيب الصورة الثانية من صور البلجاريزم اللي هو إيه؟ كوبينج أنذر إيميجز، إنك تأخذ صور لشغل أبحاث علمية وتنسبها لنفسك من غير ما تذكر الريفرنسز، وهذا طبعا الصور العلمية بتكون صور أبحاث متعوب عليها وطلعوا نتائج وصوروا هذه النتائج. أما الصور العادية اللي هي يعني بقول لي هنا of course some image little، بعض الصور يعني هي ما فيش إلها كرياتيف، صور عادية يعني لو أنا بشتغل مثلا في بحث علمي وصورت حالي وأنا بعمل مثلا subculture لبكتيريا ونزلتها، هذه مش مشكلة لو فيها غيري أخذها، لأنه هذه الصورة مش كرياتيف، يعني الصورة مش صورة بتديني شيء جديد ونوفل ريزلتس و لا، هذه صور عادية، هذه ملهاش قيمة، لكن الصور لها قيمة اللي هي لها علاقة بالصور اللي بتكون نتيجة شغل مضني وشغل أيام وأشهر قد يكون سنين، في الآخر تطلع النتائج ويصوروها وتقوم أنت تاخذها، هذا طبعا يعني بصير تحت طائلة البلجاريزم، تحت طائلة المسؤولية. كوبينج أنذر وورز طبعا من الصور الثالثة اللي أنا باخذ باراجرافز وصور عفوا كلمات، وهذه الكلمات بكون كتبها غيري والكلمات هذه بنسبها لنفسي من غير ما أنسبها لصاحبها، وأحيانا بكون الكلمات هذه قد تصل إلى بيبر كامل أو تصل إلى صفحات كبيرة متعددة من بيبر أو إنه باراجرافز. طبعا في يعني الجامعات بتدي لك او المجلات بتدي لك هامش من اقتباس الكلمات قد يكون 5% 10%، المهم يعني بتديك هامش ما يزيدش عن ذلك، بحيث انه انت في الاخر كل الباقي بتكون اصيل منك انت وتحط بصمتك في هذه الكلمات. احيانا بكون السرقة من ذاتك نفسك، النفس الباحث بيسرق من نفسه، كيف يعني بيسرق من نفسه؟ يعني هو بيكرر الشغل على اعتبار انه الريفيورز مش حينتبهوا انه هذا الشغل منشور من قبل، ايش الهدف منه؟ الهدف منه تكثير النشر، وبالتالي هو بيكون نشر بيبر قبل سنتين وبينشر بيبر اليوم وبيحط البيبر قبل سنتين مع البيبر اليوم على اساس انه هذا شغل جديد، ومعتمد على ذلك لانه ممكن الريفيورز ما ينتبهوش، فهو اخذ من نفسه وكرره لا ومن غير ما ينسبه لنفسه. المفروض ان انا مثلا اشتغلت بيبر قبل سنتين واليوم اشتغلت بيبر ثاني متطور، المفروض ان انا لما باخذ معلومه من البيبر اللي اشتغلته قبل سنتين اذكر انه هذا البيبر الي انا كان منشور في سنه كذا كذا، لكن هو ما دام ما ذكروش يبقى هذا برضو انا باخذ بلاجاريزم مسرقه مني انا، وهذا برضو ايضا ممنوع لانه لم يذكر انه هذا الكلام تم نشره من قبل. الخطورة في البلاجاريزم انه انت بتضيع وقت الناس في قراءة اشياء تم نشرها من قبل وتم قراءتها من قبل، وبالتالي هذا الكلام يعني مش لطيف ومش غير انه هو غير قانوني. هنا يعني الصورة بتقول لي انه على الشمال اللي هو بلاجاريزم متعمد وفي بلاجاريزم غير متعمد، يعني احيانا في ناس فعلا بيكونوا نتيجه خبرتهم قليله في التعامل مع الافكار العلميه والايميجز بيقعوا في البلجاريزم وهم مش قاصدين انهم يقعوا في هذا البلجاريزم. هنا المتعمد انه هو بياخذ مقالات من كتب ومن ارتكلز وبنسخها، هذا بشكل متعمد، وبيعمل كوبي بيست من انترنت وبلزقها على اساس انه هو شغله، بيشتري مجلات، بيشتري بيبرز وبينزل منها بشكل قص لصق، لكن اللي مش مقصود فيها هو ما بيعرفش كيف يعمل سايتيشن، ما اخذها وحطها ما عرفش يعمل لها سايتيشن، فيش خبره، ما بيعرفش كيف يعمل تلخيص للافكار اللي منشوره من خلال بيبرز نشرها غيره، وبالتالي عدم درايته في كيف انه يلخص، عشان هيك احنا قلنا لكم بدك تعرف كيف تلخص البيبرز بشكل جيد وممتاز ومحترم، هذا برضو اذا انت بتلخصش كويس بتوقعك في مخاطر البلجاريزم. كومن نوليدج اللي هو كيف انك انت تميز ما بين الكومن نوليدج وما بين النوليدج اللي انت اخذتها من الساينتفك بيبرز، فالكومن نوليدج انه هو معلومات عامه الكل بيعرفها خلاص انت بتنشرها، هذا صارت كومن نوليدج،
لكن إذا في بعض المعلومات بتكون حصرية من بيبرز لازم تذكر صاحبها، أو إنه هي ريسايكلينج أن أولد بيبر، يعني بيعمل ريسايكلينج تجديد لبيبر قديم محاولة منه لتجديدها، وهذا طبعا يعني بيكون كله نتيجة اللي هو نقص في الخبرة اللي في عملية النشر والاقتباس. هذا بما يخص اللي هو البلجاريزم والمواضيع اللي هو كيف انت تتحاشى عملية البلجاريزم وتتحاشى اللي هو عملية الوقوع تحت ناس محتالين في النشر. وبيكون هنا وصلنا لنهاية من المحاضرة هذه، ونستكمل إن شاء الله في لقاء أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.